على ضوء المرسوم الرئاسي رقم 1177 الصادر في 30 من أبريل عام 2018 والقاضي بإنشاء المحكمة القضائية لمحاكمة مختلسي أموال الدولة، فإن محكمة الاستئناف بأن جمينا شرعت في البطاقة الرسمية للمحكمة في دورة 2018، وبعد المرافعات من قبل أعضاء المحكمة تلتها ميمونة نانجوسي، قدم المدعي العام لمحكمة جمينا مختار عبد الكريم دوتم خطابا تناول فيه بدء الانطلاقة الرسمية لعمل المحكمة ودورها المنوط بها في محاسبة مختلسي أموال الدولة. وأكد المدعي العام أن إنشاء المحكمة انبثق من توصيات الملتقى الوطني القاضي بإنشاء محكمة تحاسب مختلسي أموال الدولة ومحاربة الفساد والرشوة. وقد سجلت المحكمة عدة ملفات ستبدأ اليوم في فرزها ومحاكمة أصحابها وفقا للقانون، لأن ظاهرة الاختلاسات أصبحت شائعة في نهب أموال الدولة، مما أضر بالموارد المالية للدولة والخزينة العامة وشل عمليات الضرائب والجمارك بسبب التواطؤ والرشوة من قبل عمال الدولة. ونظرا لهذه المسائل، فإن رئيس الجمهورية وضع عدة ضوابط وقوانين تعاقب المسؤولين على ذلك ومنع الممارسات اللا أخلاقية، سيما في ظل الجمهورية الرابعة، وأن الردع سيطال كل من تسول له نفسه العبث والاختلاس ونهب أموال الدولة. الناس سرقوا أموال الدولة، وبدأ كل ما وقت الدوسية خلاص كمل ده، ممكن الفرج دي سير ده فيلم ليسو شريعة أجلك بيكون أول الدوسية قادم بترينيه، لكن هسه اننا شلنا قرار بكون الناس اللي بورسيفرهم في سرقنا اموال الدوله ده يشارون طوالي. جدير بالذكر ان المحكمه ستبدا جلساتها كل اسبوع لمناقشه الملفات ومحاسبه اصحابها كل حسب القانون.